النبي عليه الصلاة والسلام جاءت أم سليم ضايق صدرها مهمومة فقالت يا رسول الله دلني على كلمات أدعو الله به. قال تسبحين الله عشرة، سبحان الله عشر مرات، وتحمدينه عشرة، الحمد لله عشر مرات، وتكبرينه عشرة، الله أكبر عشر مرات، ثم اسأل الله حاجتك يا رب. تمام. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله بعد ذلك قد فعلت قد فعلت قد فعلت. الله لا يعجزه شيء. أي مشكلة عندك وأي هم وأي دين وأي مصيبة وأي مرض وأي كارثة ارفع كفك إلى السماء.